بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام مع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج قصص النساء في القرآن وكعادتنا نسمع الآيات أولا سنتحدث في هذه الحلقة عن ملكة نعم عن ملكة من الملكات تعيش في الدور والقصور بين أشجارها وبين الأنهار والزهور من حولها مئات الخدم والحشم تامر فتطاع وتشير فالجميع ينصاع تملك جنه الدنيا باسرها لكن الغريب فجاه ترفض هذا كله لماذا يا ترى نسمع الايات ثم نعود بعد ذلك بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امْرَاتَ فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا، إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. إذا عرفتموها. نعم هي آسية آسية زوجة فرعون زوجة الطاغية الجبار العنيد هل سمعتم خبرها؟ أبان القرآن عن السر الذي من أجله هجرت كل ذلك النعيم كما سمعتم في الآية وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. مثل عجيب ضرب للمؤمنين للمؤمنات لكم انتم ايها المشاهدين والمشاهدات موقف امراه جادت بنفسها لله باعت الدنيا كلها من اجل الله من اجل رضا الله سبحانه وتعالى هذه لذه الايمان. هذا هو حب الرحمن لسان حال هذه الملكه يقول ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوه بمناجاه الله وبمثل محبه الله كل محبوب سوى الله سرف وهموم وغموم واسف كل محبوب فمنه لي خلف ما خلا الرحمن ما منه خلف عجبا لهذه الملكه هجرت كل المحبوبات صمود امام كل التحديات تبرات من القصر تبرات من الملك تبرات من الجاه والمكانه والسلطان تبرات من فرعون نفسه تبرات من من عمل مخافه ان يلحقها شيء منه تبرات من من قومها الظالمين فاعجب الله واقول اين ستذهب اذا من يحميها من لها كل هذه المؤثرات كل هذه المعوقات وسط كل هذه التحديات اذا بها ترفع راسها الى السماء تردد كلمات يهتز لها الكون رب ابن لي عندك بيتا في الجنه رب ابن لي رب ابن لي عندك بيتا في الجنه تنشق لها السماء تنشق السماء لهذه الكلمات تصبح قرانا يقرا يصبح درسا يروى لكل الاجيال فهل حقا اننا نرويه للاجيال انه اليقين الثمن الثمين ما قيمه قصور الدنيا وبساتينها وكل ما فيها امام بيت في الجنه هكذا العقل هكذا هي المراه العاقله بل والله ما قيمه الدنيا باسرها امام منديل من مناديل الجنه اليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمنديل سعد بن معاذ في الجنه خير من الدنيا وما فيها لكني اعلم يقينا أن هذه اللغة لا يفهمها كل أحد خاصة من تلطخ بأوساخ الدنيا حتى غرق فيها وإلا أجيب ما معنى أن تسمع بعض المس بعض المسلمات العشرات من الأحاديث والآيات تنهاها عن كبائر ومحرمات لا نقول صغائر إنما كبائر ومحرمات نامصة ملعونة متبرجة مفتونة موضة مأفونة تركض خلفها كانها مجنونه دون رادع يردعها لا مانع يمنعها لا ايمان يحفظها لا حياه يكبحها لا اخلاق تمنعها انه الايمان وحب الرحمن هكذا تكون تربيه النفس على ما يرضي الله عز وجل هل تدرك المراه اليوم مثل هذه المعاني هل تدركين ان الدنيا متاع وخير متاعها خير متاعها المراه الصالحه كما يقول عليه الصلاه والسلام حلاوه الايمان تصنع الاعاجيب فلا نعجب من فعل اسيه رضي الله تعالى عنها وارضاها. حلاوه الايمان تجعل النفوس ابيه لا ترضى الدنيه بحال من الاحوال. المراه المؤمنه العاقله مهما قالوا عن المراه انها ضعيفه ضعيفه الخلق الخلقه او البنيه ابدا والله نقول هي قويه بايمانها وهكذا تصنع حلاوه الايمان. ان العقيده قوة لا تهزم قوة لا تهزم ألسنا نرى ما يفعله أطفال الحجارة اليوم في فلسطين أطفال يمسكون الحجر أمام الدبابات والآلة الحربية مهما اشتدت ضخامتها ما الذي يجعلهم يقفون بكل هذه الشجاعة وكل هذه الجرأة قوة العقيدة والتحدي في داخل هذه النفس البشرية مهما كان العمر ومهما كان الجنس هكذا قوة الدين ومن تكن قوة الايمان ناصره فاعظم الخطب هين حين يصطدم ان العقيدة ند للحياة فان ضاعت فكل حياة بعدها عدم لا قيمة للحياة بدون عقيدة بدون مبدأ بدون هدف المرأة او الانسان الذي يعيش دون هدف والله لا قيمة له لا معنى لحياته اسأل نفسك اسألي نفسك لماذا انت تعيشين؟ لماذا خلقك الله عز وجل؟ هل لديك هدف في الحياة؟ هل لديك معاني جميلة من معاني العقيدة والمبدأ والدين والإستقامة والإلتزام من أجل الله عز وجل كما يحب الله وكما يرضاه إذا ثبات القلب بالإيمان الصحيح والعقيدة الصحيحة ها هو أعظم المستكبرين أشدهم علوا وعتوا والذي بلغ إستنكاره حدا, حداً حتى ادعى فيه الربوبية ها هو الآن يعجز عن فرض إرادته على امرأة ضعيفة قوتها في مبدئها وعقيدتها فرضت ايمانها وارادتها هزمت تلك القوه العاتيه ذلك الاستكبار عند فرعون المدعي للربوبيه جعلته يشعر بالفشل الذريع الخيبه القاتله لكن اين من يتعظ؟ اين من يعتبر؟ افلا تتدبرون؟ تدبروا القران وانظروا فيه وانظروا لمواقفه وقصصه في مثل هذه المعاني الجميله وقفه قرانيه عجيبة تحتاج منا إلى إجلال وإعظام وإكبار لهذه المرأة للمرأة المسلمة يوم أن يكون لها دور فعلا مرأة كان لها دور في نجاة موسى من جبروت فرعون وبطشه أبلت بلاء حسنا في الدفاع والذود عنه عندما هم فرعون بقتله حاجته وقفت أمامه وقالت لا تقتلوه قرة عين لي ولك لله درها وقفت أمام طاغوت العصر الذي ألها نفسه حتى أثنته عن قراره ابطلت فرمانه ومرسومه في نهايه المطاف اعلنت ايمانها بالله وبرسوله برسول موسى برسوله موسى عليه السلام اعلنت كفرها بفرعون وتبرؤها من معامل متحديه بذلك اكبر قوه في وقته واعظم ظالم في زمانه وهذا التحدي معناه انها ستعرض نفسها للخطر ولابشع العذاب كل ذلك طلبا لمرضاة الله تعالى رب ابن لي عندك بيتا في الجنة وكما قال عليه الصلاة والسلام كان لها ذلك أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية بنت مزاحم زوجة فرعون ومريم ابنة عمران رضي الله تعالى عنهن أجمعين ألقى الله محبة موسى في قلبها مما قال الله تعالى وألقيت عليك محبة مني لما جاء فرعون قال ما هذا امر بقتل موسى فاستوهبته منه ودافعت عنه قائله قره عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا ما اقوى شخصيتها ما اعظم جراتها كيف تجرات على محاجه فرعون الوقوف امامه لكن الله تعالى اذا اراد شيئا قال له كن فيكون أن نؤمن الإيمان الصادق ثم نأخذ بالأسباب الشرعية فقد خلق الله تعالى الأشياء مرتبطة بأسبابها وعلق النتائج بمقدماتها فعلينا أن نؤمن بهذا الإيمان وأن نفعل بعد ذلك الأسباب وسنرى العجب روي أنه لما قالت قرة عين لي قال قرة عين لك أما لي فلا وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لو قال فرعون قرة عين لي ولك لكان لهما جميعا أي كان قرة عين لهما جميعا لكن هكذا خطر اللسان على صاحبه سبحان الله كلمة كلمة إن, صح إن صحت الرواية كلمة أعدمت فرعون البلاء موكل بالمنطق كما يقال أمسك عليك لسانك احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان قالت قره عين لي فانالها الله تعالى ما رجت وفعلا كان قره عين لها نال بسببها سعاده الدنيا والاخره هداها الله استقامت امنت كان لها بيت في الجنه جعل فعلا قره عين لها اما لفرعون لا ان العبد ليقول الكلمه لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفا ابتلي بمنطقه قال اما لي فلا فكان سبب في عدم إيمانه بموسى وكفره وتجبره وعناده ثم خلوده في النار والله المستعان لقد ضرب الله بهذه المرأة الصالحة مثل للمؤمنات وللمؤمنين قدوة صالحة للجميع على مر العصور وكر الدهور خلد الله تعالى اسمها أنموذجا للمؤمنة الصادقة الصابرة لم يضرها كفر زوجها وإن كان ملك الملوك وإن كان الملك وإن كان الأعلى في السلطة في الدنيا لكنها كانت مؤمنة صابرة ما أعقلها من امرأة ما أعظمه من طلب حينما طلبت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني كانت آسيه رضي الله تعالى عنها ذات فطرة وفطرة سليمة ذات قلب رحيم رغم أنها كانت زوجة لأعتى رجل في الدنيا لمن ادعى الالوهية والربوبية استنكرت الجنون الذي يسيطر على زو... على عقل زوجها، لم تصدق الانسان له عقل الانسان له فكر يستطيع ان يعرف الص... الخطا والصواب يستطيع ان يعرف الصحيح من السقيم والمقبول من المردود ولذلك حينما شب موسى وكبر ورحل الى مدين فرارا من بطش فرعون ثم عاد الى مصر مره اخرى بعد ان ارسله الله عز وجل امنت اسيا به وكانت من اول المؤمنين بدعوته والمصدقين برسالته. لم يخف ذلك على فرعون ماذا فعل؟ ماذا فعل معها؟ تركها كذا لا بل أنزل بها أشد أنواع من العذاب لعلها أن تعود إهانة لكبريائه أن تؤمن وأن تؤمن أن يؤمن بموسى أقرب الناس إليه زوجه أمر فرعون جنوده أن يطرحوها على الأرض وأن يربطوها بين أربعة أوتاد وأخذت السياط تنهال على جسدها الضعيف صابرة محتسبة رغم ما تجده من شدة العذاب الأليم ثم امر بعد ذلك بوضع رحى على صدرها وان تلقى عليها صخره عظيمه لكنها دعت ربها بالحاح وبصدق ان ينجيها من فرعون ومن عذاب فرعون ومن عمله فاستجاب الله دعاءها وارتفعت روحها الى بارئها تظلها الملائكه باجنحتها لتسكن في ذلك البيت الذي وعدها الله تعالى به تحملت من اجل الله ومن اجل رضا الله عز وجل انواع العذاب فاستحقت ان تكون من نساء الجنه الخالدات الكاملات كما شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك باعت نفسها من اجل الله وربح بيعها روى الطبراني بسند عن سلمان قال كانت امراه فرعون تعذب في الشمس فاذا انصرف عنها اظلتها الملائكه باجنحتها وكانت ترى بيتها في الجنه ذلك فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء نسال الله الكريم من فضله اسيه رضي الله عنها بطله قصتنا لهذه الحلقه هي تمثل شخصيه المؤمنه الايمان الصادق لما تتبتع به من جراه فذه جراه ادبيه لها رايها لها عقلها لها كيانها المستقل هكذا يجب ان تكون المرأة اذا فعلا ارادت ان يكون لها شخصية وارادت ان يكون لها رايها واستقلالها، ليست القضية استقلالية لمجرد المتعة او ان تكون سلعة دعائية كما تعرضها عقول اهل الاهواء او بعض وسائل الاعلام وللاسف اليوم لا، هي انسان مكلف تماما كما الرجل الا ان ما يميزها عن الرجل من طبيعة الخلقة من رقة وليونة وهذا فضل لها لتكامل الخلقه بين الجنسين لكنها استخدمت تلك الاستقلاليه بالشخصيه والراي الذي وقفت تدافع عنه بقوه في الطريق الصح كانت قادره على الاستقلال بالراي والعقل السديد متى تحررت حقا من عبوديه الجسد الى عبوديه الواحد الاحد الفرد الصمد نعم والله الذي لا اله غيره متى تحررت المراه من عبوديه الجسد الى عبوديه الواحد الاحد الفرد الصمد فستجد عجبا يخطئ من يظن ان على المراه ان تذوب كليه في شخصيه الرجل او ان تعيش حاله التبعيه الكامله العمياء لزوجها او ان تكون حتى بمثابه الصدى او الظل له فقط تتلقى الاوامر ولو كانت مخالفه للشرع والعقل لا والف لا ولا يمكن ان ياتي الاسلام بمثل هذا انما هي شخصية انسانة لها حق عقلها لها رايها لها احترامها لها اثرها في بناء الحضارة، في بناء الوطن، في البناء، في العطاء، تقدم، تفكر، تبدع، تستطيع ان تفعل الشيء الكثير، تس تستولي وتتبوأ اعلى المصادر واعلى المناصب ولكن بعقلها وبإيمانها وبحكمتها وبمعرفتها فعلا لهدف خلقتها لديها هدف، لديها مبدأ، لديها امر تعيش من أجله بوضوح ليست فقط والله ما نسمعه اليوم للأسف من بعض الفتيات ومن بعض النساء والله لا نسمع إلا مع الأسف أسئلة كثيرة حول الشكل واللباس والموضة والزينة لا تثريب لا أرجو لا يظن أحد أنني أخالف هذا بالعكس لا شك أن هذه فطرة فطرت عليه المرأة وكلنا أزواج نتمنى أن نرى زوجاتنا بأجمل حلة وأبهى منظر لكن لا نريد أن يكون فقط هذا هو فكر المراه وهذا هو عقلها الجمال والزينه والموضه والشكليات لا نريد المضمون نريد عقل المراه نريد الفكر الذي تنطلق فيه المراه ليكون لها اثر فعلا في حياتها مع اولادها مع زميلاتها مع الناس من حولها اتمنى ان نرى المراه المسلمه على هذا المستوى من التفكير وعلى هذا المستوى من الاستقلاليه في الابداع والعطاء فعلا بالرأي مضبوط بضابط الإيمان وحب الرحمن والتضحية من أجل الدين بمثل هذا المثال الرائع الجميل تركت بعض النساء اليوم لا تستطيع أن تترك مجرد المحرمات أو الكبائر كما أسلفت في قضايا سهلة جدا سبحان الله ألا يستحق الله عز وجل منا التضحية الله تعالى ما منعنا والله من أمر إلا وفيه خير لنا ما نهانا عن شيء وحرم علينا شيء أبدا إلا وفيه شر لنا فنهانا عنه سبحانه وتعالى وحذرنا منه. اذا فلنثق بربنا جل وعلا ولنترك فعلا ما نهانا الله تعالى عنه من اجل الله محبه لله سبحانه وتعالى، هكذا تنطلق المراه المسلمه فعلا بعقيدتها وايمانها، ثم اخيرا قصه اسيا صاحبه الفراسه الصادقه تعطي دروس وعبر كثيره. هذه القصه تعطي درس يقول وارجو ان تنتبهوا لهذا الدرس ان طوفان الترف والشهوات وابتلاء السراء اشد فتنه من ابتلاء الضراء اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد لكن لا اقول نطلق الدنيا ولا نستطيع ان نهجر الدنيا نقول خذوا من الحلال من حلال الدنيا ما شئتم لكن احذروا من حرامها وخبثها وفتنتها يقول صفوان بن سليم رحمه الله ليأتين على الناس زمان تكون همة أحدهم في بطنه ودينه هواه ودينه هواه هذه هي علة العلل في حياة المسلمين اليوم الهوى الركون للشهوات حب الترف الذي اغرقنا واغرقنا بل واصبحنا والله اسارى له لا نستطيع الفكاك منه انه الهوان وحب الدنيا كما قال عليه الصلاه والسلام ليس الحل في بغض الدنيا او طلاقها لا انما بتسخيرها لطاعه الله وجعلها مزرعه للاخره وتربيه النفوس وتزكيتها قد افلح من زكاها. اقف عند هذا الحد. واسال الله تعالى ان يوفقنا واياكم ما يحب ويرضى والى ان التقي واياكم في حلقه جديده من حلقات هذا البرنامج استودعكم الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته